ستقفز على ظهري، وأنت أختي القطة تصعدين على ظهر الكلب، وأنت يا ديك تقف علينا جميعا. سأعد حتى ثلاثة، وعندما أقول ثلاثة سنصيح جميعا في الوقت نفسه. موافقون؟ واحد، اثنان، ثلاثة. بسبب صريخهم في الوقت ذاته بدأوا بحالة غريبة. قطاع الطرق الذين سمعوا هذا الصياح العالي من الخارج كانوا خائفين لدرجة أنهم ركضوا وهربوا فورا، تاركين كل شيء خلفهم. قفز الأصدقاء الأربعة إلى الداخل فرحين أن خطتهم قد نجحت. رائع، يوجد أطباق طعام بديعة هنا. انظروا، يملكون الكبد والحليب أيضا. هل ترون كم هي كبيرة قطعة اللحم هذا؟ كل الذرة لي. جلسوا معا حول المائدة وأكلوا حتى الشبع. لبطونهم تمكن النعاس منهم جميعا، لذا أطفأوا النار وراحوا في سبات سعيد. حالما رأى قطاع الطرق الذين كانوا يسسون على المنزل من الخارج أن الأضواء قد انطفأت، أرادوا دخول المنزل مرة أخرى ليفهموا ما قد حدث، فاختاروا واحدا منهم ليذهب ويتفحص المنزل. على واحد منا أن يتفحص المنزل. اذهب وانظر ما الذي حدث وبعدها أعلمنا. لما يتوجب علي دائما أن أذهب وأنظر؟ لأنك الأكثر شجاعة وذكاء بيننا. حقا؟ هل هذا صحيح؟ نعم نعم طبعا، هيا اذهب. لقد صدقنا الأحمق. فتح قاطع الطريق باب المنزل بشكل جزئي ونظر إلى الداخل. في الظلام ظن عيني القطة نارا. عندما دخل ليقي نفسه من برد الخارج انتهزت القطة الفرصة وقفزت مباشرة على رأس قاطع الطريق. وبينما كان يحاول قاطع الطريق أن ينجي بحياته عض قدمه الكلب الذي كان ممددا عند الباب. أما الحمار والذي كان يراقب كل شيء حتى اللحظة فقد أعطى قاطع الطريق ركلة عجوز جيدة. في تلك الأثناء ظل الديك يصيح ويصيح. اهربوا اهربوا، لا تدخلوا أبدا إلى هذا المنزل مرة أخرى، إنه خطر كبير علينا الآن. يوجد مخلوقات مخيفة للغاية في الداخل. بينما كنت أهرب سمعت واحدا منهم يصرخ، بسرعة أمسكوا به. بهذه الطريقة أصبح الأصدقاء الأربعة يمتلكون منزلا جديدا ومالا. كانوا يذهبون إلى بريمن في أغلب الأوقات لأحياء حفلات بشكل منتظم. عزف الحمار على الهارمونيكا، الكلب على الطبول، والقطة عزفت الجيتار، وغنى الديك. عاش الأصدقاء الأربعة بسعادة معا وحققوا أحلامهم حتى آخر يوم من حياتهم.